تخيل يا مؤمن لما سخرية القدر تجبرك انك تشجع غريمك التقليدي، يعني مثلا تبقى اهلاوي وتتمنى الزمالك يكسب. النهارده كل مشجعين ارسنال يتمنوا ان توتنهام يكسب. توتنهام هيلاعب مانشستر سيتي في مباراه فاصله في البريمير ليج النهارده. كل مشجعين ارسنال بما فيهم نجوم ارسنال السابقين بيتمنوا ان توتنهام يكسب. يعني مثلا مسعود اوزيل نجم ارسنال السابق قال في تصريح صادم جدا، لو توتنهام فاز على السيتي النهارده انا هبطل اتريق عليهم. كمان لاعب ارسنال هافرتز قال انا هكون من اكبر مشجعين توتنهام النهارده وكلنا هنشجعهم. سليبا قال توتنهام هيسعى للفوز بالتاكيد لانهم عايزين يلعبوا في دوري الابطال. لكن ايه هي حقيقه العداء ما بين ارسنال وتوتنهام؟ لكن ايه هي حقيقه عدو وعدو صديق النهارده في مباراه اليوم؟ تعالوا واحنا نقول لكم. ديربي شمال لندن هو اطرافه كل من توتنهام وارسنال، وده نظرا لان الناديين جيران وولاد منطقه واحده زي ما بيقول. نادي ارسنال اتاسس في جنوب العاصمه الانجليزيه لندن عام 1886 بعد 4 سنوات من انشاء جاره توتنهام. وفي السنوات الاخيره من القرن ال19 ومطلع القرن ال20 تحديدا الفريقين كانوا بيلعبوا مباريات وديه كتير جدا، والاثنين كانوا بيلعبوا لصالح تمويل الجيش اثناء الحرب العالميه الاولى. وفي سنه 1898 الفريقين لعبوا مع بعض مباراه وديه، والمباراة دي حضرها فوق ال 15,000 متفرج، وده كان رقم كبير جدا على استاد توتنهام في ذلك الوقت. ومن بعد المباراة دي توتنهام نقل كل مبارياته لملعب وايت هارتلاند، ومن ساعتها وبقى جار ارسنال. ونروح بقى لسر العداء الحقيقي، وتحديدا في عام 1913، وده كان بسبب انه الجانرز انتقلوا من جنوب العاصمة لشمالها، وده طبعا في المكان الاكثر ازدحام. وفي سنه 1910 قرر رجل الاعمال هنري نوريس شراء النادي، وده طبعا كان بقراره الاول ان هو ينقل مقر النادي لملعب تاني. هنري نوريس ما لقاش افضل من شمال العاصمه عشان يبدا رحله اعاده بناء المدفعجيه من اول وجديد. وبالفعل ارسنال بقى يلعب في ملعب مانور جراوند اللي بيبعد 4 أميال فقط عن ملعب توتنهام، ومن هنا بقى ديربي شمال لندن. وفي سنه 1925 تحديدا أرسنال غير شعاره وبقى اتجاه مدفع أرسنال ناحية الغرب، وده أثار حفيظة طبعا مشجعي توتنهام. وفي سنة 1925 أرسنال قرر يغير شعاره وخلى المدفع بدل ما هو ناحية الشرق يخليه ناحية الغرب، ودي ناحية توتنهام. ومن هنا بدأت المشكلة وبدأ الصراع ما بين توتنهام وأرسنال. وعلى الرغم من كل اللي احنا ذكرناه لكم دوت، إلا أنه النهاردة كل مشجعين أرسنال هيشجعوا توتنهام، لانه فوز توتنهام بيعني انه ارسنال هيتقدم على مانشستر سيتي في جدول ترتيب البريمير ليج وهيقرب من حصد اللقب. الماتش كمان شويه، يا ترى مين اللي هيكسب؟ توتنهام وارسنال ولا مانشستر سيتي؟